لا، الهمام عبد الحي عثمان حماد المقيم والمولود هنا في المملكة العربية السعودية، بالتحديد في مدينة القلب الرياض الحبيبة. كيف تقرؤون اتفاق السلام الواقع مؤخرا في جوبا؟ بالنسبة لاتفاق السودان، اتفاق السلام المبرم في جوبا، شاهدناه بصراحة في التلفاز هنا، كان بحضور دولي مشهود كبير من كل الدول الأفريقية والأوروبية والخليجية، كان بمشاركات. أخص بالشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين، كان لهم يعني قدم السبق في اتفاق السلام ومشاركة في جوبا. قد تقدمت كلام مولود في المملكة، يعني أنا باعتبار أن الوطن وطننا الأساس السودان، ووطننا الأول قبل الأساس هو المملكة العربية السعودية، من منطلق يعني الإنسان وطنه المكان الذي نشأ وترعرع وولد فيه. فنحن ولنا في تراب الوطن هنا في السعودية مكانة وكلام آخر. هل تشعر بالغربة؟ أبدا، هنا في المملكة العربية السعودية أخ لكل ما أراهم من أخواننا السعوديين المواطنين، فأصبح المواطن والمقيم على حد سواء. برأيك ما الذي يميز العلاقات الأخوية بين السعودية والسودان؟ العلاقات متينة بين المملكة العربية السعودية منذ القدم، لا تستطيع في مقابلة أو في أن تحكيها أو تطويها مهما كانت الأمور. علاقات قديمة من تأسيس المملكة العربية السعودية، جلالة الملك الراحل المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز طيب الله تراه، وتمتد في أجيال إلى عهدنا، عهد الملك سلمان، عهد الخير والوطن والوفاء. علاقات ممتدة، مشاركة السودانيين في كل أركان المملكة، في مجال الطب، في مجال التعليم، في مجال، فلهم مشاركة في ومساهمة في بناء الوطن.